صباح الخير ميلاد، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج اهلا كندا. صباح الخير ويوم جميل، وسعيد ان احنا نبقى هنا في الجو الرائع ده، وتحت امرك في اي اسئله انت والساده المشاهدين. في موضوع جديد طرأ على الساحة، موضوع السبونسرشيب. الحكومة الليبرالية غيرت القانون دون، وفي ناس كتير عندها أسئلة على موضوع السبونسرشيب. تقدر تفيدنا وتقول لنا إيه الجديد في القانون دون؟ وحصل تعديلات في القانون الجديد، عشان انت عارف السنة دي الحكومة الليبرالية عايزة تزود أعداد المهاجرين، بدل 250 ألف في السنة اللي فاتت هيبقى 308 ألف في 2016-2017. فالفكرة انهم قللوا الفترات الزوج او الزوجة عايز يجيب مراته او عايز يجيب جوزها او عايز يجيب طيبه داخل كندا. طيب، هو السؤال برضو للناس بتسأله، هل الزوج يقدر يجيب زوجته، الزوجة تقدر تجيب زوجها، او مين يقدر يجيب مين؟ مين يقدر يجيب؟ احنا هنا هنقول مين يقدر يعمل سبونسر شيب لحد، مين يقدر يكفل حد، ومين الحد اللي يقدر يكفله. افراد المتعارف عليه اللي احنا نقدر نعمل له سبونسر شيب، الزوج او الزوجه، الابن او الابنه او الاحفاد الغير متزوجين، والاب والام. وطبعا اللي هيقدر يقوم بالكفاله دي لازم يكون يا اما مواطن كندي او حد عنده اقامه دائمه داخل كندا. طب وهل اي مواطن كندي يقدر يعمل الحكايه دي، او هل في اشتراطات معينه في المواطن ده علشان يعمل السبونسرشيب؟ هو في شويه اشتراطات، خاصه يعني بتبقى اسهل كتير للزوج وللزوجه، يعني يكون مواطن كندي عنده 18 سنه او معاه اقامه دايمه عنده 18 سنه. الفرق بين المواطن الكندي والمقيم الدائم ان المواطن الكندي لو مقيم خارج كندا يقدر يعمل كفالة للزوج أو للزوجة، إنما اللي معاه إقامة دايما ما يقدرش يعمل كده خارج كندا، لازم يكون داخل كندا. هي دايما بتبقى الأولوية لو الزوجين مش مقيمين في نفس البلد، يعني لو زوج أو زوجة هنا في كندا ومعاه جنسية أو إقامة والطرف الآخر برا كندا، دول بيبقى ليهم أعلى أولوية في الحضور، وده اللي صار على الإجراءات بقى دلوقتي في أقل من سنة في معظم الدول. يعني هو طبعا الكلام ده بيختلف من بلد لبلد حسب مكتب الفيزا او مكتب الهجرة في البلد دي او السفارة يعني. انما المقيمين جوا كندا دول زوج وزوجة عايشين مع بعض، ما عندهمش مشكلة. الجديد في الموضوع ان الطرف اللي بتعمل له سبونسرشيب من اول يوم يقدر ياخد open work permit، يقدر يشتغل، وصحيح جاي معاه اقامة مؤقتة قلنا سواء فيزا عمل او دراسه او فيزا زياره، انما بمجرد ما يقدم على السبونسرشيب بيتحول تلقائيا الى اوبن ورك بيرميت، بيقدر يشتغل اي حاجه في اي مكان في كندا. تمام. طيب بالنسبه للدخل، هل في اشتراطات معينه للي هيعمل موضوع السبونسرشيب ان يبقى عنده دخل معين يثبته قدام الحكومه علشان يقدر يجيب الشخص اللي عايز يجيبه؟ هو في الحقيقه في اشتراطات ثانيه، انما موضوع الدخل يعفى منه الزوج او الزوجه فقط، انما لو حد هيجيب ابناء او اب او ام او اي فرد تاني من افراد الاسره اللي احنا قلناهم، في الحاله دي لازم يكون ليه دخل معين اللي هو اللو انكم. اللو انكم كات اوف ده بيبقى على حسب عدد افراد الاسره، بيتحدد برقم معين من الدخل السنوي. انما في حاله الزوج والزوجه بيعفوا تماما من الكلام ده، لكن في اشتراطات تانية مهمة. ممكن مثلا تقول لنا اهم الاشتراطات دي ايه، او اهم النقط دي ممكن تبقى ايه عشان يقدم على سبونسرشيب يبقى واخد باله منها؟ اهم الاشتراطات ان الزوج او الزوجة اللي هيعمل سبونسرشيب لحد يكون مسؤول عنه ماليا، يعني مستلزمات الحياة الاساسية. والكلام ده بيتكتب في عقد وتعهد قدام الحكومة. وفي نفس الوقت الطرف اللي بيتعمل له سبونسرشيب ما يقدرش ياخد إعانة من الحكومة أو فلوس من الحكومة بأي شكل من الأشكال، وإلا هيبقى الطرف اللي عامل سبونسر مسؤول عن الكلام ده ومطالب برده. وده هيبقى لفترة طويلة ولا فترة مؤقتة بس؟ لفترة 5 سنوات، يعني ما ياخدش أي فلوس من أي جهة حكومية لمدة 5 سنوات. ممتاز.
طب هل مثلا الزوج او الزوجة اللي عايز يجيب الطرف التاني، لو الطرف التاني ده مقيم في دولة زي مصر مثلا، بيفرق عن لو هو مقيم في دولة من دول الخليج؟ في الحقيقة زي ما احنا اشرنا من شوية ان كل مكتب فيزا بياخد وقت مختلف عن التاني. في مصر كان 24 شهر الفترة اللي فاتت، نزل حاليا بعد التعديلات الجديدة ل14 شهر، وده الماكسيمم، يعني ممكن يكون اقل من كده، ممكن يوصل 8 شهور او اقل كمان في بعض الاحوال، حسب عدد المتقدمين لعمل السponsorship او الكفالة، وحسب المكتب اللي بيقدم منه. يعني في دبي 13 شهر، في الكويت 14 شهر، في مصر حاليا 14 شهر، ده الحد الأقصى أو الوقت اللي بياخده الملف عشان الطرف ده ياخد الإقامة ويروح كندا. طب ميلاد، ممكن تقول لنا من فضلك إيه اللي بيميزك أنت بالتحديد في موضوع السponsorship application عن أي حد تاني؟ وفي الحقيقة يعني مش أنا بالتحديد، أي مستشار هجرة متمكن من شغله طبعا بيفرق كتير في إن الملف ما يرجعش لأكتر من مرة لنقص الورق، أو ما يترفضش لسوء تقديم الأوراق المطلوبة أو عدم فهم الأوراق المطلوبة. ده جزء من بروفيشن لأي حد متمكن من شغله. ميلاد، أنا بشكرك جدا على المعلومات القيمة اللي أنت اديتها لنا النهاردة، والناس اللي كانت معانا أعتقد أنها استفادت منها، وأكيد هيبقوا على اتصال معاك في حالة أن هم يحتاجوا منك تفاصيل أكتر أو معلومات أكتر، لأن أنا متأكد الموضوع ده أكيد فيه تفاصيل كتير، الوقت بتاعنا مش هيساعد أن احنا نتكلم فيها كلها، وأكيد أنت عندك التفاصيل دي. أشكرك، وأنا تحت أمر أي حد ليه استفسار في أي حاجة أي وقت أتشرف بيه. شكرا جدا. شكرا ليك.